واخا بقى ماشي يسالي يلعب كيش يلعب وخا تبقى تلعب دابا هو غادي يسالي يلعب دابا هو ما كاينش ليك بيت واحد كيش يلعب راه انت عارف شكون هو نصها نص يضربها البوطو نحسبوا لي بيت واخ ما كاينش مشكل دابا 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 هذا اللي ما غيعاونك في والو دابا هذا اللعاب اللي كتوصفوا بحال هكا مصطفى ولا هاد اللعيبين اللي كيبانوا لك انت هاد الصلاحيه ديالهم باش نرجعوا للواقع وباش نرجعوا شنو هو اللي غادي نعيشوا من هنا الاسبوع المقبل هاد اللعابة دابا هادو راه هما اللي غادي يمشيو للبريتوريا قول لي هما اكيد هما اللي غيمشيو كنخصهم موتيفيهم ونقول لهم شوفوا انتوما هذاك الشيء ودابا كتقول لي انت حتى هاد الصلاحيه هذاك ما تهضرش معايا سير هضر مع هذاك انا ما غنهضر انا هضر مع هذاك جاوب هذاك اللي زوجي انا دوي مع السيد جاوب مع السيد كمل معاه حيت هضر مع السيد انا ما تهضرش معايا انا قلت لك شي واحد تاوم الفكره ورعي قلت لك انا لاعبين دابا ودابا حنا كنجاوبوا عندنا نهايه كنتناقشوا دابا الله يهدي حنا عندنا نهايه ما تهرش من ودابا دابا مصطفى مصطفى ودابا انا جاوبك انت ولا جاوب هذا لا انا جاوبني انا وانا بنهايه مع هذاك ودابا راه سالينا سالينا دابا نهايه انا الرؤيه ديالي هو ان الخلاصه انا نقولها لك ان الوداد دابا دابا ما خليتينيش غير باش انا عارف لا بلاتي ما عارف واش كتعلم وخليني نقول لي على لاعبين شي وحده شكون هما حنا لا ماشي انا ما كنقولش غير بلاتي شي لاعبين راه يمشيو دابا شي لاعبين راه دابا خلينا نكمل لك مصطفى ونخليو اللاعبين غيمشيو يلعب شي باش نلعبو ودابا باش ودابا انت تخلي راه مع اللاعبين غيمشيو يلعبو واش تدخل دابا سينو هما غادو اللي غيلعبوا خليت ودابا كتقول لي انا خصهم يمشيو شويه خصني الموتيفيه وما فهمتش اش قلت لك مده الصلاحيه انتهت يعني هادو مستقبلا ما بقايش تعوي على الوداد دابا دابا خليني ما بقايش تعوي على المستقبل حنا دابا كنشوفوا بان الرؤيه ديالنا والرؤى اللي غتكون صالح النادي حنا مقابله اليوم مقابله كانت كارثيه باش ما نهضروش بعض اللاعبين حنا هذا نقد بناء غدا نتمناهم انا يمشيو ليا بريتوريا ويديروا لي مقابله عالميه ويأكدوا لي بانهم يبقاو هذيك الساعه الا ربحوا ولا تكلفه يبقاو كيفاش يبقاو لا الا تكلفه خدمتهم كيديروها ودابا يدبروا راسهم لا لا دابا انا العمل ديالي دابا خليني من خدمته دابا خلي دابا بالنسبه لك انت انا كنشوف الوداد دابا ودابا ما تهضرش ليا مصطفى ما تهضر دابا مشاو انا ما يهمني مصلحه الوداد دابا ما يهمك مصلحه الوداد مزيان الوداد فوق دابا مشاو فوق اي واحد اكيد هذه مساله معروفه عليك اللاعب اللي ما غيكونش في مستوى غنقول لك اليوم لاعب ماشي في مستوى ودابا انت ما قلتيش ليا اليوم ماشي في المستوى قلت لي عدة مرات اويه ماشي اليوم حيت قلتها عدة مرات يعني ملي وصل دابا وصل السيلو مع شوف لان حيت ماشي هذا المردود هذا ديال المقابله باش انا غنقول لك راه مردود ديال معاه وصلتو من فينا مصطفى وبدا اداء ولكن ديما كنقول كنت وعي الاداء انا ديما كنقول على الركراكي قال لك انا ما كاينش دابا ماشي الاداء ديال الاداء الفردي ديال اللاعبين ودابا دابا دابا مصطفى باش نبانو باش تبان الهضره كانت عندك مع الركراكي كانت عندك منظومه دابا باش تبان الهضره مساويه لا منظومه دابا حنايا هاد اللعابه هادو مشاو لبريتوريا وداروا مقابله اسطوريه انا كنتكلم انا كنتكلم على بعض اللاعبين وهذوك اللاعبين اللي دابا حنا ما غاديش نذكرهم داروا مقابله اسطوريه وتكلفات الوداد نصفقين نقول حتى راه عطاتك الوداد وعطيتي الوداد هو عارف راه غادي يمشي معروف لا واش غادي يبقى وخاصو يدير خدمته قد يعطي ولا قد يعطي بعض اللاعبين خاصهم يمشيو لا مستقبلا لان خاصنا ندخل دماء جديده خاصني نجيب لاعبين اللي نقدر نلعب بهم 3 سنين 4 سنين اخرى انا كنقولها مستقبلا انا كنشوف الا بغيت نلعب العام الجاي على الشامبيونز ليغ وهذا هاد اللاعبين المحترفين راه كلهم اسماء ولكن ملي كينقص المخزون البدني والمردود سميتو التقني ديال اللاعبين انا غنقولها ونعاودها لان نقول لك باغي نلعب العام الجاي ونلعب على مستويات كبيره ونبقى فريق الوداد ديال الالقاب خاصني ندخل خاصني نشوف لاعبين اللي يقدروا نشوفهم مستقبلا يعطيو الاضافه للفريق.